بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ودافي على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون مائل البرودة شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. وفي ثالث واخر ايام عيد الفطر المبارك، طمنين عن حاله الطقس النهارده واهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. طبعا اليوم هيكون في مزيد من الاستقرار والتحسن في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، مع استمرار ارتفاع التقييم في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه الصحراويه اللي هتؤدي لارتفاع قيم درجات الحراره فتره النهار، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، ويمكن ده بيساعد ان احنا نحس بالاستقرار ويساعد ان احنا نحس بالاجواء اللي هي مائله للحراره فتره النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أجواء دافية على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة على المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترة النهار، وتحديدا كمان بيكون في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، لكن فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده كمان محسوس وملموس أكثر فترة الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، لسه الأجواء فيها بعض البرودة وأجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن اللي بتبقى مفتوحة بشكل كبير، وكمان المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي صغرى فترة الليل بتنخفض بشكل كبير، خاصة كمان إن اليوم متوقع مع فترة المساء وساعات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح في مناطق من القاهرة الكبرى أو بعض المناطق من جنوب سيناء. نشاط الرياح ده مش مثير لاي رمال واسرب، لكن هيساعد بشكل كبير ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره وتلطيف الاجواء فتره المساء والبروده فترات الليل، ولازم ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل. وطبعا في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه دايما الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير هي الشبوره المائيه، ويمكن الان في شبوره مائيه كثيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه ومؤثره على الرؤيه الافقيه على الطريق. الساعه بالليل ان شاء الله الشبوره المائيه هتبدا تتلاشى مع سطوع اشعه الشمس وتبدا الرؤيه الافقيه على الطرق تتحسن بشكل كبير. الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره معانا يمكن لحد بدايات ومنتصف الاسبوع اللي جاي، وهتاثر على الرؤيه الافقيه، فلازم كل ده ناخد بالنا من الشبوره المائيه. مهم جدا وننصح كل الساده المواطنين فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر مع وجود الشبوره المائيه لازم تكون القياده بهدوء تام وبحذر شديد، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، نتبع كافه تعليمات المرور، وما زلنا بننصح في فترة الليل ان احنا نرتدي الملابس الخريفية او الملابس الشتوية الخفيفة، وطبعا بلاش الملابس الصيفية بشكل كامل في الوقت ده من السنة طبعا تجنبا لنزلات البرد، ومهم كمان ان احنا طبعا نتابع النشرات الجوية حتى لو في استقرار وتحسن في الاحوال الجوية. طيب من اهم وابرز ومميزات فصل الربيع انه احنا ممكن نعيش يعني حالة الفصول الاربعة في يوم واحد، لكن اعتقد ان وقعها خف شوية من اول يوم في العيد، هل ممكن يحصل تغيير بعد كده خصوصا انه فصل الربيع لسه ما خلصش؟ طبعا وارد جدا، احنا لسه اصلا في النص الاول من فصل الربيع، احنا الحمد لله الاحوال الجويه مستقره حتى منتصف الاسبوع اللي جاي، لكن وارد جدا يحصل تقلبات جويه بعد كده، وارد جدا يحصل اضطرابات جويه يكون فيها الفصول الاربعه في يوم واحد، ده طبيعه فصل الربيع، يمكن يعني حتى انتهاء فصل الربيع كمان وارد جدا يحصل تقلبات جويه ما بين ارتفاع في الحراره، وده وارد جدا مع النص الثاني كمان درجات الحراره تتجه نحو الارتفاعات، انخفاض في قيم درجات الحراره فتره الليل والاتربه وسقوط الامطار فوارد، عشان كده احنا بنقول دايما في فصل الربيع لازم المتابعه المستمره للنشرات الجويه بصوره يوميه تجنبا لتقلبات الربيع. طيب بما ان النهارده اخر يوم في ايام عيد الفطر المبارك، تنصحينا ايه الاماكن، مش الاماكن يمكن المحافظات او المدن اللي ممكن نزورها ونستمتع بجوها؟ خلينا نقول ان الاماكن المطلة على البحر الاحمر اجواءها ممتعة جدا خلال فترات النهار لان قيم درجات الحرارة فيها مش منخفضة بالشكل الكبير، فتسمح ان احنا ننزل البحر فترة النهار بشكل كبير، كمان فترات الليل الصغرى فيها ما بتنخفضش لي يعني بتوصل ل 18 و20 درجة مئوية، فبالتالي اجواء نقدر نوصفها
حارة فترة النهار، لطيفة فترات الليل، اعتدال كمان في حركة الملاحة البحرية. فمعظم المدن المطلة على البحر الأحمر نقدر نستمتع فيها بالأجواء بشكل كبير. كمان المدن المطلة على البحر المتوسط، لكن طبعا قيم درجات الحرارة فيها بتكون منخفضة فترة النهار عن المطلة على البحر الأحمر، فترات الليل فيها برودة، لكن نقدر نستمتع بالأجواء. ويمكن كمان برضو أغلب محافظات الجمهورية الحمد لله أحوال الجوية فيها مستقرة بشكل كبير، درجات الحرارة فيها أيوه أعلى من المعدلات لكن بدرجات صفيفة جدا، يعني بمعدل درجتين لثلاث درجات، فنقدر نستمتع بالأجواء بشكل كبير وفترة الأجازة بإذن الله. طيب المحافظات الحدودية بيبقى ليها طبيعة خاصة عن بقية المحافظات في مصر، كلمينا عن يعني أهم الظواهر اللي ممكن يتعرضوا لها سواء في سيناء أو في جنوب البلاد. طيب خلينا الأول نقول المناطق الجنوبية بيبقى فيها استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، لكن قيم درجات الحرارة فيها بتكون مرتفعة عن المناطق الشمالية. يعني احنا أجواء درجات الحرارة في الأقصر وأسوان بتوصل للعظمى فترة النهار 34 و35 درجة مئوية، فدي أجواء حارة فترة النهار بشكل كبير. وكمان الفرق في قيم درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل بيبقى واضح في المحافظات دي بشكل كبير، لأن لها طبيعة صحراوية، بنلاقي إن فترة النهار حر بشكل كبير، فترات الليل فيها برودة، فلازم ياخدوا بالهم من التقلبات الجوية في فترة النهار والليل. لكن معظم الظواهر الجوية المؤثرة عليهم بتبقى فيها استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير. المناطق الموجودة في سيناء كمان أجواءها ممتعة جدا، إن كان من الشمال زي العريش، حتى كمان المناطق الصدرية في جنوب سيناء الأجواء فيها ممتعة بشكل كبير، نقدر نستمتع فيها بالأجواء. لكن دايما النصيحة في الفترة دي البرودة فترات الليل موجودة في معظم المحافظات، نخلي بالنا منها، بلاش ننخدع بالشمس فترة النهار ونرتدي الملابس الصيفية بشكل كامل، خلينا في الملابس الشتوية الخفيفة أو الخريفية، لأن في برودة فترة الليل موجودة لسه موجودة معانا كمان على مدار الأيام اللي جاية. يعني مهما كان الجو حر برضو نكمل ونلبس لبس تقيل او خريفي شويه علشان ما يحصلش نزلات برد او حساسيه باي شكل او اخر لحد ما يخلص فصل الربيع. بالفعل يمكن لحد ما نقترب كده من فصل الصيف، يمكن يعني مع منتصف شهر 5 نبدا بقى نشوف الملابس الصيفيه حتى تستقر قيم درجات الحراره نحو الارتفاعات، وما يكونش فرق كبير في قيم درجات الحراره بين النهار والليل. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها على طول بالقاهره اللي العظمى فيها 27 والصغرى 17، العاصمه الاداريه 27 16، اسكندريه 22 15، والعلمين 22 15، مطروح 21 14، ودمياط 23 16، بورسعيد 23 16، اسماعيليه 27 15. السويس العظمى فيها 27 والصغرى 16، العريش 24 16، كاترين 19 10، وطابة 24 16، حلايب 28 23، وشلاتين 30 21، شرم الشيخ 31 20، والغردقة 30 19. لو رحنا للفيوم هنلاقي العظمى فيها 29 والصغرى 15، بني سويف 29 15، الوادي الجديد 30 16، وأسيوط 30 15، سوهاج 32 17، وقنا 32 18، الأقصر 33 18، وأخيرا أسوان العظمى فيها 33 والصغرى 19. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لباسانتو محمد نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لميا.